أما الآن فمع أخبار المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك محمد، شكرا لك رغدة. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر سجلت 65 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 3.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي. وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت ثاني أكبر وجهة للاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة وعدد الصفقات. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جلسة مباحثات مشتركة مع رولاند بان الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الدنماركية الرائدة في مجال التحفيز والتقنية العمليات، حيث ناقش الجانبان مشروعات التحول الطاقي وإمكانية الاستفادة من خبرات الشركة الدنماركية في تقنيات الأمونيا الخضراء. كما استعرض وزير البترول جهود مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، وأوضح أن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير في هذه المجالات يتماشى مع أهداف وخطط الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية وإنتاج مواد صديقة للبيئة وأنواع وقود متجددة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء. وقع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مذكرة تفاهم مع شركة يابانية في إطار التعاون المستمر بين المنطقة الاقتصادية والجانب الياباني، وكذلك استقطاب المزيد من المشروعات اليابانية داخل المنطقة، حيث تهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المشروعات التي تتوافق مع خطة المنطقة الاقتصادية في التنمية وتتفق مع صناعتها المستهدفة. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية على دعم المنطقة للصناعات اليابانية في مصر ومدى التطلع لمزيد من التعاون البناء والمثمر. ومن جانبه أكد السفير الياباني أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بمزيد من المزايا والحوافز الاستثمارية، مؤكدا على أهمية التعاون واستقطاب مزيد من الاستثمارات اليابانية داخل المنطقة الاقتصادية خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. في سوق المال تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشر إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 1.45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669 مليارا و530 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت أكثر من 4 مليارات جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9843 نقطة مرتفعا بنسبة 2.18%، ليغلق عند مستوى 10058 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2149 نقطة مرتفعا بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 2161 نقطة. وفتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3064 نقطة مرتفعا بنسبة 99%، ليغلق عند مستوى 3095 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و9 قروش للشراء و19 جنيها و19 قرشا للبيع. اليورو سجل 19 جنيها و41 قرشا للشراء و19 جنيها و52 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيها و6 قروش للشراء و23 جنيها و19 قرشا للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و19 قرشا للشراء و5 جنيهات و23 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و8 قروش للشراء و5 جنيهات و11 قرشا للبيع.
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي دون تخيين رغم استمرار المخاوف من أن يتجه الاقتصاد العالمي نحو الركود. وأضاف النقد الدولي أن التوقعات لنمو اقتصاد المملكة لا تزال عند 7.6% هذا العام، مدعوماً بطلب قوي على النفط ونمو مرتفع بنسبة 4.2% للقطاع غير النفطي في السعودية. ختام أخبار المال والأعمال.